بالوهلة الأولى وفي ردة الفعل الأولى ذهبت الدعاية الإسرائيلية والأمريكية إلى اتهام الجهاد الإسلامي بأنه هو من قصف المستشفى. وهلأ بدنا نحكي معك مع حضرتك بهذا الموضوع وأيضا مع العميد المتقاعد لنشوف عسكريا مرفق بصور رح نعرضها كيف انقصف هذا المستشفى. تفضل. أولا رحمة للشهداء جميعا والشفاء للجرحى الذين ما زالت جراحهم نازفة، والصبر والتحية لشعبنا المقاوم في غزة الذي يرفض التهجير، والذي حاول العدو الصهيوني من خلال هذه المجزرة وكل المجازر السابقة التي ارتكبها في غزة، حاول أن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة، إلى التهجير القسري من أجل عملية ترانسفير جديد للشعب الفلسطيني وتغيير وقائع على الأرض. هذا الادعاء الكاذب الذي حاول العدو الصهيوني أن يلفقه، وهو لا يستحق الرد بحكم أنه أولا هو مجرم كذاب يقود حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه هو يؤلب الرأي العام ويروج للإشاعات والأكاذيب من أول يوم بدأ بهجومه وبمجازره على غزة. ولكن للرأي العام الذي يريد أن يفهم طبيعة الأكاذيب الصهيونية، نقول أولا إن هذا العدو الناطق العسكري الصهيوني الذي تحدث منذ لحظة قصف هذا المستشفى أعلن على حسابه على التليجرام وعلى الإكس على تويتر نعم سابقا، وعلى الرغم من ذلك ثم سحب هذا طبعا، وتم هناك من صور سكرين شوت على رح نعرضها هذا هلا الموضوع. إذا فينا، إذا فينا نعرض السكرين شوت يلي أعلنوا فيها عن إنه هم الجيش قصفوا الإسرائيلي هو الذي قصف نعم المستشفى نعم وبعدين تم محو هذه التغريدة. وإضافة إلى أنه كان قد هلا عم نعرضها على أعطى الشاشة. تحذيرات لمدراء المستشفى للمستشفيات، ليس فقط المستشفى المعمداني بل لمستشفى العودة وأكثر من مستشفى، أعطاهم تحذيرات بضرورة إخلاء المستشفيات وإلا سيتم قصفها وحملهم واستخدم المسؤولية. نعم واستخدم حجة بوقتها. هلا أنا لا أريد أن أكون أشارك في هذه الدعاية الإسرائيلية، ولكن هو استخدم حجة بأنه عندما أعطى هذا الإنذار بأنه في أنفاق تحت المستشفى أو الصواريخ تضرب من هنا. الأنفاق في غزة تحت كل غزة نعم، تماما. ولكن في موضوع المستشفى أنا أعتقد بالأسباب العسكرية أنه طبيعة الصاروخ والانفجار مختلف، والقضية الصواريخ غزة المصنعة محليا معروف كيف تنفجر، وصواريخ العدو الصهيوني الطائرات الحربية معروفة كيف الصواريخ الفراغية بتنفجر قبل وصولها. هذه التفاصيل العسكرية أنا لست خبيرا عسكريا، ممكن سيادة هلا بنشوف العميد مع العميد المعقد المتقاعد. نعم نعم العميد يتفضل طبعا فيها، ولكن في موضوع لماذا هو يقوم بهذه المجزرة، لأنه يريد أن يهجر الشعب الفلسطيني من غزة، من شمال غزة، ويدفع بهم منذ أيام يعني بعد بداية المعركة مباشرة بدأ العدو الصهيوني يروج ويهول على الشعب الفلسطيني ويقصف المباني والأبراج نعم والبيوت على أصحابها، يدفع الناس للهروب أو الهجرة أو الابتعاد عن أماكن القصف نحو الجنوب، نحو الحدود مع مصر، نحو رفح. نعم وكان بالحرف يدعو الفلسطينيين إلى الذهاب من منطقة إلى منطقة، وجزء من القوائم من قوافل الفلسطينيين التي كانت تذهب قصفها ضربت. العدو الصهيوني وهي في الطريق. نعم لذلك الشعب الفلسطيني في الذي يحاول هذا العدو تهجيره لأسباب عديدة، أولا لتغيير وقائع، ثانيا ربما يريد هو أن يشن حربه البرية من الشمال نعم فيريد أن يخفف العدد السكان في هذه المنطقة. هناك أسباب عديدة تدفع هذا العدو لارتكاب هذه المجازر، ناهيك عن أن السبب الرئيس له هو سفك الدم الفلسطيني، هو التمتع بالمجازر
التغذي على دماء الشعب الفلسطيني. نعم. هو ارتكاب المجازر التي بدأها منذ عام 48 منذ احتل فلسطين وهجر الشعب الفلسطيني بالمجازر. نعم. دير ياسين وغيرها، يظن الآن أن الشعب الفلسطيني في 2023 هو نفسه في 1948، وهذا فشل. كما لاحظنا أهل غزة صامدون رغم المجازر وصابرون ويتحملون، ويحاول تقليب حتى أهل غزة على الفصائل المقاومة، صح؟ ويحاول تقليب أيضا بث الفتن بين الفصائل، يعني هو عندما يقول يعني بأن الجهاد هذا خطأ، صاروخ خطأ من الجهاد، أنه ارتكبتوا أنتم يعني كجهاد إسلامي، وكأنه بس بعدين رجعوا قالوا أنه حماس. نعم، وكأنه هو يقرأ بينكم وبين حماس على إطلاق الصاروخ. يبدو هو يريد أن يؤلب الشعب الفلسطيني على الفصائل المقاومة، وليس الفصائل فيما بينها أيضا، وأنه الشعب الفلسطيني في غزة اللي عم يقتلوا بصواريخ المقاومة. نعم. هو أساسا عندما تخرج صواريخ هو يحدد هذا الصاروخ للجهاد أو للكتائب أبو علي مصطفى أو لسرايا القدس أو للكتائب القسام أو يعني هو واضح، هو عملية التلفيق والكذب والخداع واضحة جدا. وللأسف الشديد أمريكا بكل ما تملك من قوة إعلامية وعسكرية ومالية و حلف عريض كله سخرته لهذا العدو في هذه المعركة.